بعض الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس إلى مملكة البحرين. خصص برنامج صباحكم نور حلقة جديدة ومميزة من إعداد وتقديم الأب جورج شرايحة بعنوان الحج البابوي إلى البحرين، حيث استضاف البرنامج في هذه الحلقة الأيكونومس نبيل حداد مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني، الذي رافق قداسته في رحلة الحج إلى البحرين وشاهده عن قرب يرحب بالجميع من مختلف الملل والجنسيات بحنان أبوي صادق، داعيا كافة رجال الدين أن يتمثلوا بحنان الأب الأقدس وتواضعه. فإلى هناك أراد يسوع أمام رؤساء الكهنة وأمام الفريسيين المتجمعين يصطادون من كلمة، أراد أن يحدد أن النوعية أهم من الكمية، وأن الراعي الصالح هو الذي يذهب ويترك القطيع باحثا عن خروف واحد، إذا واحد منهم فقده بطل يجي بطل يشوفه، بده يترك 99 ويترك اجتماعه مع تلك الخراف ويذهب إلى الخروف. بنشوف 1000 مواطن يحمل جنسية البحرينية من أصول مسيحية، هم مسيحيين 1000 مواطن، وعندك مئات الآلاف من الوافدين من الجنسيات اللي حضرتك حكيتهم مختلفين. لم ينظر البابا لهذولا أنهم فئة قليلة وأقلية، وعنده مليار من الرعاية الكاثوليك منتشرين حواليه بجنبه بأوروبا، شو هالمشوار الطويل المتعب، ويذهب إلى الأقل عددا وإلى أغلبنا. أنا ككاهن تفاجأت أصلاً إنه في مسيحيين يحملين لولا ما طلع، يعني زيارة البابا سلطت الضوء على إنه هالبحرين من 1936 كان عندها كاتدرائية، كان عندها كنائس غير الأثرية اللي تحت الأرض. إحنا نحكي إنه هذه المملكة منذ تأسيسها مملكة البحرين وهي ترعى الشؤون وهي تدعم أو تشجع التعايش الديني مع كل الأطياف اللي مختلفين مع بعضهم البعض. فيها عبرة، هذا فيها عبرة على هذا الأسقف، على سيدنا البابا، على هذا الاهتمام، على الغائب، يذكرني بإنجيل الدرهم المفقود، الخروف الضال. فما رأيك أبتي الفاضل؟ ما هو إذا قرأنا بعمق هذه الزيارة، أنا أرى بأنها كانت زيارة مهمة وزيارة ناجحة وأيضا مثمرة على جميع الأصعدة السياسية والدينية أيضا والروحية. أنا أؤكد بأنه شقيقتنا العزيزة البحرين استفادت من هذه الزيارة، كما تستفيد كل الدول التي تستضيف الحبر الروماني وخاصة فرانسيس الأول. ولكن أيضا أنا رأيت هناك نشوة فرح في عيون العاملين في البحرين من أبنائنا المسيحيين، أحسوا بهذا التوقير الذي كان يقدم للبابا، حسن الاستقبال، ترجموا هذا إلى تكريم لهم، وكانت ألسنتهم تلهج. أبونا الخشوع الذي تراه عند إخوتنا خاصة الفلبينيين، السريلانكيين، الهنود، يعني بالشارع أمام الكنيسة، في الاستاد، لو تشوف كيف يتسابقون لنيل بركة، مش من البابا، من أي رجل دين جاي، حسوا بهذه النشوة. الفضل في ذلك إلى تلك الاستجابة التي جاءت قبل شهر وشوي من الفاتيكان أن قداسة البابا قبل الدعوة، وتحولت البحرين العزيزة، تحولت إلى ميدان للمودة والمحبة، وأخذ الجميع يعملون بجد ليل نهار ورغم قصر الفترة لإنجاح هذه الزيارة.